السلام عليكم زملائنا بالعاصمة، نحضر أجواء الانطلاقات الرسمية لدخول المدرسي من ولاية عنابة، ويحضر معي السيد زينة نور الدين مدير التربية بالولاية، وهذا للحديث عن الظروف التي انطلقت بها العملية. أهلا سيدي. شكرا سيدتي الكريمة. اليوم نحضر في مقاطعة درع الريش بولاية عنابة. دخول مدرسي كان في مدرسة بن حبرية سعد الله بحضور السيد الولي والوفد المرافق له. تجدر الإشارة أن ولاية عنابة استفادت هذه السنة من 7 مدارس ابتدائية، متوسطتين وثانوية، والثانوية الوحيدة لمقاطعة درع الريش. إذن تم التحاق اليوم في الساعات الأولى حوالي 175 ألف تلميذ عبر قطر الولاية. الحمد لله كل التأطير موجود. تحية للأساتذة ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. فيما يخص الأساتذة المتعاقدين على المناصب الشاغرة، إذا اليوم حوالي 1170 أستاذ متعاقد التحقوا عبر قطر الولاية بكل المستويات، ابتدائي متوسط وثانوي. هنا المتعاقدين كان عبر الأرضية الرقمية، إذا كل الأمور مهيئة، دخول موفق للجميع، وإن شاء الله نتائج، ننتظر نتائج إن شاء الله في الصدارة بإذن الله. شكرا. شكرا سيدي. إذا كما سلف الذكر أنه تم تسجيل أكثر من 1000 أستاذ متعاقد عبر مختلف البلد، عبر مختلف المؤسسات التربوية، وهذا عبر مختلف بلدية عنابة.